بالتأكيد عندما أمشي في المدينة وأنظر إلى الأعلى أرى عملي وأستطيع أن أراه بوضوح. غامض ساحر. خرجت من المبنى ونظرت إلى السماء فوجدت القمر وكأنه أحدث شرخا في نفسي. لدينا ارتباط وثيق وعميق بهذا النور الذي يسيطر على سماء الليل. رغم كل الدراسات العلمية التي أجريتها ما أزال أحبه. التحدي النهائي لاكتشاف الفضاء لزيارة جارنا الأقرب. إنه عالم آخر على بعد 3 أيام فقط، لكنه يبدو بعيدا نائيا. إذا أردت أن تذهب للمريخ فعليك أن تعود للقمر أولا. إذا كنا نريد السفر بعيدا في الفضاء فيتوجب علينا أن نبدأ رحلتنا من هنا. لقد مر ما يقارب نصف قرن على آخر مرة وطئنا فيها سطح القمر. هل هو فعلا بارد وعقيم؟ هل هناك موارد طبيعية؟ أيمكن أن يكون الماء موجودا هناك؟ قريب جدا، لكنه مع ذلك بعيد جدا. عندما هبطنا على القمر لم يكن هناك إنترنت، وكانت برامج المعالجة الدقيقة بدائية وأجهزة الكمبيوتر ثقيلة جدا بحيث لا يمكن تحريكها. حسنا الآن جميل، نحن نراكم تنزلون على السلم الآن وعلى السطح. حسنا أنت على حق. في السنوات 50 الماضية تقريبا منذ آخر مهمة لأبولو تم دراسة القمر بالتفصيل باستخدام البيانات التي جمعها رواد الفضاء والروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد وأسطول من المسابير الفضائية. نحن الآن نعلم أن القمر يقصف بالنيازك وأن قلبه مثله مثل قلب الأرض، حار ومنصهر جزئيا، وأن البراكين قد شكلته، كما يمكن لتربته أن تولد الهواء للتنفس، وكهوفه يمكن أن توفر مأوى للمسافرين في الفضاء. تبدأ قصتنا من نهاية 50ات القرن 20. الرحلة إلى القمر طويلة صعبة ومكلفة جدا. ضربت الكوارث كلا من أمريكا والاتحاد السوفيتي، فذابت المسابير وتفجرت الصواريخ، ولم يكن لأي من القوتين العظميين القدرة على تحديد مكان القمر بدقة. هذه كانت الصواريخ الأولى التي تم إطلاقها، والحسابات والكثير من الأشياء لم تكن مفهومة جيدا. كما تعلمون السرعة والتفاعل بين الأشياء وتأثيرات جاذبية الأرض والعديد من العوامل المختلفة. إذا كانت سرعتك أبطأ قليلا أو أعلى قليلا فلن تصيبه، لذا فهناك العديد من العوامل والمهندسون تعلموا ذلك تدريجيا. بعد 10 إخفاقات سابقة يفوز الاتحاد السوفيتي بالمسابقة الافتتاحية. لونا 2 كانت أول شيء من صنع الإنسان يصل إلى عالم آخر. في أيلول سبتمبر عام 1959 في منتصف الطريق إلى القمر يصدر المسبار الفضائي سحابة من غاز الصوديوم يمكن رؤيتها من الأرض. الاتحاد السوفيتي يعلن للعالم كله أن لونا 2 على المسار الصحيح. وفي اليوم التالي بعد 34 ساعة من التحليق يصل المسبار إلى هدفه بسرعة 12,000 كيلومتر في الساعة. ترتطم لونا 2 بسطح القمر في منطقة في مارش أوف ديكي شرق بحر الصفاء. نجاح باهر للاتحاد السوفيتي وانتباه العالم يتحول إلى موسكو. إذن كان الأمر يتعلق بالعلم والدعاية، والدعاية كانت مهمة جدا. قبل تحطمها كانت المركبة لونا 2 تنقل معلومات حساسة، فعلى عكس كوكب الأرض لا يوجد للقمر مجال مغناطيسي.
ما يعني أنه لا توجد فيه حماية من الإشعاع الشمسي القاتل، وسيحتاج زائر القمر من البشر إلى أخذ ذلك في الحسبان. لأكثر من 300 عام كل المعلومات التي لدينا عن القمر جاءت من التلسكوبات. أظهرت لنا أنه على السطح كانت هناك مناطق مرتفعة فيها الكثير من الفوهات، وأخرى منخفضة بها عدد قليل جدا من الفوهات التي أصبحت تعرف باسم ماريا القمرية أو البحار. تم تشكيلها من هياكل جيولوجية والتي اعتقدنا أنها قد تكون من الحمم المتصلبة، والآن يمكننا التأكد من أنها حقول الحمم القديمة. كان القمر في القديم بركانيا. افترضنا أن الحمم البركانية ترجع إلى التكوين المبكر للقمر، حتى قبل بضع سنوات مضت، عندما تلقى مركز عمليات العلوم التابع لمركبة الاستطلاع القمرية في جامعة ولاية أريزونا صوراً من كاميرا المسبار التي شككت في صحة ذلك. حدد المسبار 70 بنية من بنى الحمم البركانية المختلفة على الجانب المواجه للأرض من القمر، والتي بدت وكأنها أكثر حداثة. أيمكن أن تكون هناك براكين على القمر على وشك أن تثور؟ قبل عهد أبولو كان يعتقد أن جميع البراكين قد خمدت على القمر قبل 1.5 مليار سنة، لكن هذه الفوهات قليلة جدا. إنها تبدو يافعة جدا، وقد لا يتجاوز عمرها 10 ملايين عام. يبدو هذا قديما جدا، لكن جيولوجيا مقارنة ب1.5 مليار سنة هذا وقت قصير. لذا إذا كنا على حق في ذلك، فأنا أقول إنه من المحتمل أن يكون هناك ثوران بركاني في المستقبل على القمر. ولكن دعونا نصل إلى القمر ونحصل على عينة ونكتشف مدى عمر هذه الأشياء في الحقيقة، لأن ما أقوله الآن هو مجرد تكهنات. وجدت مركبة الاستطلاع القمرية المدارية دليلاً آخر يشير إلى أن القمر يحتوي على قلب ساخن منصهر. أكثر من 3000 تشقق حيث تصادمت ألواح قشرة القمر أو انجرفت فوق بعضها البعض. يمكن أن يصل طول خطوط الصدع هذه إلى 10 كيلومترات، وبعضها يصل عمقه إلى 10 أمتار، وهي ما زالت تتوسع. وهناك تفسير واحد فقط لهذا: القمر يتقلص. قلب القمر منصهر، وهو عبارة عن كرة من الحديد قطرها 500 كيلومتر، محاط ببحر متوهج من الصهارة الكبريتية. القلب يبرد والقمر يتقلص. انخفض قطره بمقدار 100 متر في آخر 800 مليون سنة، لكن كيف يمكننا أن نعرف هذا؟ معظم الأدلة على هذا تأتي من بيانات المدى الليزري للقمر، وهي البيانات التي نحصل عليها عندما نطلق شعاع ليزر باتجاه القمر إلى مستحثات الليزر القمري، والتي وضعتها هناك مركبة أبولو، ونقوم بقياس المسافة والوقت الذي يستغرقه نبض الانعكاس ليعود. وبقياس كيفية ترنح القمر أثناء دورانه حول الأرض، يمكننا تحديد أن هناك شيئا طريا سبخا في الداخل، وأن هذه الطراوة ترجع إلى كون قلب القمر منصهرا اليوم. تكشف قياسات الليزر هذه عن مفاجأة أخرى: القمر يبتعد ببطء عن الأرض بمعدل يبلغ حوالي 4 سنتيمترات في السنة. لكن لا داعي للقلق، فبمعدل هذه السرعة ستبتلع شمسنا المتضخمة الأرض قبل مدة طويلة من انفلات القمر من مدارنا، أي خلال 7 مليارات سنة أو نحو ذلك. في عام 1959 لم يكن ثمة بعد إدراك لهذه المفاهيم. التقط المسبار السوفيتي لونا 3 صوراً للجانب المظلم الغامض من القمر ونقلها إلى الأرض. على الرغم من أن الصور ذات جودة رديئة، إلا أنها تكشف عن أن الجانب الخلفي للقمر لا يمتلك أي بحار أو مناطق ذات ارتفاع منخفض. فهذه المناطق الداكنة، وهي مناطق ضخمة من الحمم المتصلبة، موجودة في الجهة المواجهة دوماً للأرض.
السؤال هو لماذا؟ هذا سؤال لم تتم الإجابة عليه بعد، وهي ملاحظة بسيطة للغاية يمكن لأي شخص الانتباه إليها. هل قشرة القمر أكثر سماكة على الجانب الآخر؟ هل هذا منع الحمم من كسر السطح؟ هل يمكن أن تكون مرتبطة بجاذبية الأرض؟ تم إنتاج هذه الصورة شبه المثالية للجانب الخلفي للقمر بعد 56 عاماً من الاستكشاف الأول لحملة لونا 3. في أوائل ستينيات القرن العشرين أطلق السوفييت والأمريكيون المسبار تلو الآخر إلى القمر. قدمت مسابير رينجر الأمريكية صوراً أفضل بكثير، حتى إن رينجر 9 بث لحظة ارتطامه بالقمر مباشرة على أجهزة التلفزيون الأمريكية. كل هذا يحدث في الوقت نفسه الذي ينطلق فيه فريق البيتلز في جولة حول العالم، وأمريكا تتعامل مع أزمة اللاجئين الناجمة عن حرب فيتنام. ولكن في عام 1966 خطى الاتحاد السوفيتي خطوة تاريخية أخرى إلى الأمام. في الثالث من شباط فبراير عام 1966 أصبح مسبار لونا 9 أول شيء من صنع الإنسان يهبط برفق على سطح القمر. للقيام بذلك ومنع حدوث تحطم، اخترع السوفييت حلاً بسيطاً وأنيقاً. عندما تلمس لونا 9 القمر، يتم قذف كبسولة الهبوط فترتد على السطح، تحميها وسادتان هوائيتان كبيرتان. وفي نهاية المطاف استقرت لونا 9 في منطقة محيط العواصف أكبر مسطحات القمر، وحررت نفسها من الوسائد الهوائية. يفتح المسبار كالزهرة ليساعد في ثباتها. وبعد ذلك يخرج الهوائي مع الكاميرا. لا يعمل المسبار سوى 3 أيام، ولكن هذا يكفي لنقل الصور البانورامية الأولى لسطح القمر إلى الأرض. إحساس تقني وسياسي مثير، يوفر أيضاً معلومات حول الغبار القمري، وهو أمر حاسم لأي خطط لهبوط بشري. شعر بعض الناس أن التربة كانت زغبية لدرجة كبيرة، وأنه إذا هبط رواد الفضاء بوحدة قمرية هناك وهي قمرة قمرية كبيرة فإنهم سيغرقون بعيداً عن الأنظار. لأنه قبل عدة سنوات من ذلك التاريخ كتب الروائي الأمريكي آرثر كلارك رواية جميلة عن القمر المغطى بطبقة من الغبار. وفي روايته هبطت رحلة استكشافية وبدأت تغرق في الغبار، وذلك تسبب في الكثير من الذعر بين المهندسين كما يمكنك أن تتخيل. هيوستن من قاعدة الهدوء، أوه غرقت، لن يكون ذلك جيدا على الإطلاق. وما نراه في الصور البانورامية لم يكن غبارا، إنه بالطبع غبار مع بعض قطع الصخور وليس كما قال كلارك، ولذلك كان نوعاً ما معلومات أساسية عن ماهية التربة القمرية، وقد كانت عملية. نعم يمكننا أن نهبط بها. عام 1969 وحرب فيتنام تقترب من نهايتها. عانت أمريكا ما يكفي وبدأت بسحب قواتها. بعيداً عن الصراع يتولى الأمريكيون زمام القيادة في سباق الفضاء. بعد 10 سنوات من بدء السباق، في 20 من تموز يوليو عام 1969، أخيراً يضع الإنسان قدمه على سطح القمر. بعد رحلة دامت 3 أيام، يخرج رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ إلى سطح القمر في إطار برنامج أبولو الأسطوري، وحينها كان السوفييت قد استسلموا.
30 ثانية. ضوء الهبوط. إيقاف المحرك. هيوستن، هذه قاعدة الهدوء معك. لقد هبط النسر. أعتقد أن برنامج أبولو قدم هديتين للبشرية، كانت إحدى فتح أعيننا على النظام الشمسي. تعرف أغلبيتنا الكواكب بالطبع، لكن مشيا على القمر جعل الناس يفكرون حقا بما وراء الأرض، وهذا ليس تافها على الإطلاق، لأنه يجعلنا ندرك أننا مجرد ذرة صغيرة على الأرض وفي النظام الشمسي، ناهيك عن الكون. وهكذا يجعل الناس يفكرون بما هو أبعد، فتجاوزوا حدود التفكير في أنفسهم. والثانية كانت بالطبع رؤية أنفسنا من القمر، وتلك كانت الصورة الجميلة للأرض وهي تشرق على القمر. تم الحصول عليها من أبولو 8، وهو أمر لا يصدق. لقد غير التفكير الجميع. خلال الخطوات التمهيدية الأولى على سطح القمر، أصبح الغبار القمري مشكلة مرة أخرى. كان ناعما للغاية ويدخل في كل شيء. مع عدم وجود ريح أو ماء لتحت جسيمات الغبار، يبقى له حواف حادة خشنة، ويلتصق الغبار ببذلات الفضاء حتى يتسرب إلى رئات رواد الفضاء. كانت التربة مسألة معقدة، وكان السؤال أكبر بكثير مما يمكن أن يفعله الغبار للحلقات التي تربط أجزاء من بذلة الفضاء ببعضها على سبيل المثال. تخيل موقفا لا يمكنك فيه الخروج من الوحدة القمرية لأنك لم تستطع إغلاق الحلقة بإحكام كامل نتيجة وجود الغبار فيها. ولكن فيما يتعلق بالتنفس أو المشكلات الصحية لم تكن هذه مشكلة كبيرة. وكان هناك لغز آخر لا يزال لم يحل. الغبار القمري له رائحة مميزة، من أين تأتي؟ أخبرني رواد الفضاء أنهم عندما يعودون إلى الوحدة القمرية بعد فترة من النشاط خارج المركبة تكون هناك رائحة تشبه رائحة البارود، ولا نتمكن من فهم ذلك. واتضح أن هذه هي رائحة التربة، ولم يتأكد أحد بالضبط من سبب وجود هذه الرائحة. يشمونها عندما يرتدون بالذات الفضاء وهي متسخة وعليها عينات منه، تكون رائحتها مثل رائحة البارود. كان هذا يخيفني جدا. الأمور تسير على ما يرام. حسنا. وعندما يمتزج الغبار بالهواء لفترة تختفي الرائحة. إنها تسير، الحمد لله. لقد أصبح رواد الفضاء أكثر خبرة، ولكن في عام 1972 بعد 6 عمليات هبوط فقط خلال 3 سنوات تم إنهاء برنامج أبولو. الاستكشاف شيء مثير للاهتمام حقا، فهو لا يتم بطريقة خطية أبدا. أعني أنك إذا فكرت في الوقت الفاصل بين اكتشاف أمريكا والرحلات والمستوطنات وما إلى ذلك، فإنها مئات السنين ومئات السنين. ولذلك لا يفاجئني، رغم أنه يخيبني، أنه بعد أبولو 17 لم نستمر بسرعة في استكشافنا للقمر بوسائل أخرى مع البشر. أعتقد أن هناك أسطورة، وقد تم الترويج لها من قبل الصحافة وحتى من المجتمع العلمي، بأن الناس بعد أبولو 11 لم يعودوا مهتمين بالقمر، لأن الكثير من الناس لا يتبعون برنامج الفضاء بالتفصيل، ولكنهم استمروا في طرح الأسئلة مرارا وتكرارا. لماذا لا نعيش على القمر؟ لماذا لا نستطيع الذهاب إلى القمر؟ وكان علي أن أجيب عليها كلها، لأننا اخترنا عدم الذهاب إلى القمر، ليس لأننا لا نستطيع ذلك، بل لأننا لا نريد ذلك. في الوقت الذي كان يرسل فيه الأمريكيون رجالاً على سطح القمر ويعيدونهم بأمان، يحاول السوفييت القيام بشيء مختلف، مسابير روبوتية. أتى نجاح بعد عام من مهمة نيل أرمسترونغ تاريخية. في عام 1970 كانوا أول من أنزل مسباراً يتم التحكم فيه عن بعد على سطح القمر. تقوم لونا 16 بجمع عينات الصخور وإعادتها إلى الأرض، فانتعشت الصحافة السوفيتية. تم جلب 105 جرامات فقط من التربة القمرية، ولكن هذا كان كافياً لإنقاذ سمعة برنامج الفضاء السوفيتي. وبعد شهرين فقط سجل السوفييت نقطة أخرى، لقد هبطوا بمركبة غير مأهولة على القمر. внимание всем на циркуляре.
لونا خود 1 هو أول روبوت يتم التحكم فيه عن بعد يجول على سطح عالم آخر. لمدة عام تقريباً يستكشف ويحقق في سطح القمر ويرسل أكثر من 20,000 صورة إلى الأرض. تنقل الروبوت لمسافة 10 كيلومترات عبر السطح الخشن، وهو إنجاز مختلف تماماً عن الإنزال الأمريكي، ولكنه مميز مثله. ألكسندر بازيليافسكي كان جيولوجياً مشرفاً أثناء المهمة. كانت جلسة طويلة طوال الليل. كان لونا خود يتحرك وكنت جالسا في الغرفة حيث كان الطاقم. كنت مثل عضو إضافي في الطاقم جيولوجي. ثم في الصباح الباكر انتهت الجلسة، خرجت من المبنى ونظرت إلى السماء، فوجدت القمر وكأنه أحدث شرخا في نفسي. نظرت عن كثب إلى ذلك المشهد، كنت هناك تقريبا، ومع ذلك فإنه كان بعيدا جدا. في عام 1976 كانت مهمة لونا 24 ناجحة بمثابة نهاية برنامج الفضاء السوفيتي بعد 4 سنوات فقط من تخلي الأمريكيين عن استكشافهم للقمر. لونا 24 كانت المسبار الأخير الذي جلب عينات من القمر إلى الأرض. مرت 20 سنة منذ تحطم أول مسبار عند هبوطه على سطح القمر. كان القرار سياسياً وكذلك في العلوم. في علوم الفضاء الروسية هناك أشخاص درسوا القمر، وبعد ذلك كان هناك أشخاص درسوا المريخ، وكانوا يشكون من أن جميع الموارد تذهب إلى دراسة القمر وهكذا. في عام 76 انتهى كل شيء. عندما وضع الإنسان قدمه على سطح القمر منذ 50 سنة وطأ منطقة غير مستكشفة، لكن الأمور مختلفة جدا الآن. قام الجيولوجي جيم هيد بتدريب رواد الفضاء لتحديد المناطق الأمنة حيث يمكنهم الهبوط. عندما بدأت في برنامج أبولو لم نكن نعرف ما إذا كان القمر باردا أم حارا. لم نكن نعرف ما إذا كانت المناطق المظلمة على القمر هي تدفقات للحمم البركانية أو الغبار. لم نكن نعرف عمر السطح. اعتقد بعضهم أنه كان مئات الآلاف إلى بضعة ملايين من السنين، وظن آخرون أنه مليارات السنين. لم تكن لدينا أدنى فكرة. لم نكن نعرف شيئا عن أصل الملامح الرئيسية، الأخاديد المتعرجة التي هبطت أبولو 15 رايلو بجانبها بديف سكوت وجيم إيروين. ظن بعضهم أن وجودها كان نتيجة الماء. حسنا، لم تكن فكرة سخيفة في ذلك الوقت. لم نكن نعرف من أين جاء القمر. لم يكن لدينا أي دليل. خلال رحلاتهم يقوم رواد الفضاء باكتشافات لا تصبح مهمة إلا في وقت لاحق، لكنهم أظهروا أن القمر ليس مملا أو رماديا بلا ملامح، بل له لون. إذن ترى في الأساس تدرجات مختلفة من اللون الرمادي على القمر، من الأبيض إلى الظلام الدامس، ولكن في أماكن قليلة جدا مثل موقع هبوط أبولو 17 اكتشف جاك سميث بعض حبات الزجاج البرتقالي. هناك تربة برتقالية. حسناً، لا تحركها حتى أراها. إنها في كل مكان، برتقالية. لا تحركها حتى أراها. لقد حركتها بقدمي، أستطيع رؤيتها من هنا. إنها برتقالية. إنها برتقالية. رواد الفضاء مفتونون بقطرات متجمدة من الصهارة، الزجاج البركاني، وتوجد هذه الكريات الزجاجية في أماكن أخرى على السطح. إذن إنه حقا نوع من الاستثناءات، وإلا فإن القمر عديم اللون إلى حد ما بتدرجات الرمادي المختلفة. بعد 35 سنة فجر عالم الكيمياء الأرضية ألبرتو سال مفاجأة مثيرة. اكتشف وجود جزيئات الماء داخل الكريات الزجاجية.
على الرغم من أنها قليلة ومتباعدة، إلا أن هذا يكشف عن أن الصخور القمرية تحتوي على الماء، وهي برهان قاطع على شيء اشتبه به لفترة طويلة. من المثير للاهتمام أن النسخة الأولى التي تحتوي على عينات من القمر فيها بعض آثار المياه كانت روسية، كانت في معهدي ونشرتها زميلتي في جيوكيمستري، ولكن لم يصدقها أحد، وقال الجميع إنه بسبب التلوث من الأرض، ربما كانت هي على حق. لكن ألبرتو تمكن بالفعل من إثبات أن محتوى الماء يزداد في الأجزاء الداخلية من هذه الخرزات الزجاجية الصغيرة، وهذا دليل جيد على أن الماء يأتي من القمر. لم نتمكن في السبعينيات من القيام بهذا التحليل لأن الإمكانيات كانت لا تزال بسيطة وغير متوفرة. ماء على القمر، هل يعني هذا أنه يمكن تزويد رواد الفضاء بمياه الشرب ووقود الهيدروجين والأكسجين؟ هذا بالتأكيد اكتشاف رائع حقا. وبدأ النظر إلى الصخور القمرية بطريقة مختلفة. في مركز أبحاث الطاقة الشمسية في جنوب إسبانيا، ابتكر مهندس الفضاء تورستن دينك طريقة لاستخدام ضوء الشمس لاستخراج الأكسجين من الصخور القمرية. استخدم دينك مركب أكسيد الحديد والتيتانيوم الموجود على الأرض والقمر، يحمى ل 900 درجة مئوية تحت أشعة الشمس الإسبانية القوية. تركز إشعاعات الشمس على حجرة مفاعل لعدة ساعات، فتذيب الحرارة المادة الخام مولدة الصهارة التي تبدأ بإطلاق الأكسجين. يضاف الهيدروجين الذي يتحد مع الأكسجين ليشكل الماء. تم تصميم مفاعل الطاقة الشمسية الحرارية هذا للعمل على القمر، ومن حيث المبدأ فهو قابل للنقل إلى هناك. يتم جمع المياه وإزالة النفايات، ثم يستخدم التحليل الكهربائي لفصل الماء وإطلاق الأكسجين للتنفس والهيدروجين لاستخدامه مرة أخرى. يأمل تورستن دينك بإنتاج 3/4 لتر من الماء في الساعة باستخدام الطاقة الشمسية. في الظروف المثالية سيتم وضع المفاعل بين بحر الصفاء وبحر الهدوء، حيث هبطت أبولو 17 في عام 1972. فمن المعتقد بأن في هذه المنطقة يوجد تركيز عال من خام أكسيد الحديد والتيتانيوم على القمر. من شأن البحث عن المعادن في منطقة بحجم ملعب كرة قدم أن يوفر مواد خامة لتغذية المفاعل لعدة سنوات، ما يخلق كمية كافية من الأكسجين لدعم 8 رواد فضاء. حلم إنتاج الأكسجين والماء على القمر ليس جديداً، فهو موجود منذ عدة سنوات. في عام 1994 أرسل المسبار كليمنتاين صوراً أخرى تدل على أن هذا قد يكون ممكناً في يوم من الأيام. لقد زودتنا كاميراته ببيانات لأول خريطة شاملة وكروية عن القمر. خلال مهمته اكتشف كليمنتاين حفرة ارتطام كبيرة في الجانب البعيد من القمر، وهو حوض إيتكن في القطب الجنوبي، وهو أكبر حوض في نظامنا الشمسي. هنا يجد المسبار أدلة محيرة على جليد الماء التي ربما تكون قد جلبتها النيازك، لكن الوصول إلى الحوض يبدو مستحيلاً، فالفوهات في القطبين هي من بين أظلم الأماكن وأكثرها برودة المعروفة للبشر، لكن من الممكن أن يتم تحقيقها بفضل تقنية إبداعية. تماماً كالمناطق القطبية من الأرض، في الصيف تكون الشمس منخفضة جداً،
فتختفي أكثر وأكثر، وفي بعض الأماكن توجد بعض الجبال حيث تسطع الشمس دائما تقريبا. لذلك قد تتمكن من تغذية عملياتك باستخدام مزيج من الطاقة الشمسية من هذه القمم المضاءة للغاية على حواف الفوهات. وإذا كان لديك مزيج من ذلك والطاقة النووية، يمكنك النزول إلى الداخل والبحث عن المعادن. لا أعتقد أنك ستحتاج إلى إرسال الأشخاص إلى هناك من أجل ذلك. سيقوم نوع من أنواع الروبوتات بما تريد القيام به. لا يمكن أن أذهب إلى داخل تلك الفوهات المظلمة، لكن من الممكن أن أرسل نونا خذ هناك وأجلب من هناك ما أريد، وفي تلك الأثناء سأستمتع بالشمس. سوف يتعين على الروبوتات العثور على الجليد في الأقطاب القمرية، ويمكنها أن تحل محل البشر في الكثير من استكشاف الفضاء، لكن ليس تماماً. لو لم يستخدم رواد الفضاء حدسهم، فإننا سنكون ما زلنا لا نعرف متى وكيف تكون القمر. أعتقد أن وصول البشر إلى السطح هو في الواقع إنجاز عظيم. ديف سكوت، جون يانغ، جاك شميت فهموا الجيولوجيا، يمكن أن يتفاعلوا ويمكنهم الاستجابة بسرعة. رأوا كل تلك الصخور متشابهة، لكن هذه مختلفة، لذا علي أن أخذ عينة من هذه، ويمكنهم أخذها بعد ذلك. والمثال الكلاسيكي على ذلك هو صخرة سيبيلد في أبولو 15، حيث انسل ديف سكوت فعليا من المركبة وجلب الصخرة، صخرة جينيسيس. في الأول من آب أغسطس عام 1971، وجد ديف سكوت قائد أبولو 15 حجراً أبيض بحجم قبضة، صخرة جينيسيس الشهيرة. خمن ما الذي وجدناه للتو؟ أعتقد أننا عثرنا على ما جئنا من أجله. صخرة بلورية. نعم سيدي، من الأفضل أن تصدق ذلك. كانت الصخرة قطعة مهمة من المواد التي تحجرت خلال المراحل الأولى من تكون القمر. عمرها أكثر من 4 مليارات سنة، وهذا يعطي دليلاً مهماً عن عمر القمر. أعطيت هذه القطعة الفريدة من الصخر اسماً مناسباً جداً لها، صخرة جينيسيس، أي صخرة التكوين. بعد 16 شهراً من العثور على تلك الصخرة، ترك البشر القمر خلفهم ولم يعودوا إليه أبداً. آخر البشر الذين ساروا على سطح القمر هم طاقم أبولو 17، القائد جين سيرنان، والجيولوجي جاك شميت. في كانون الأول ديسمبر عام 1972، أمضوا 3 أيام على السطح وعادوا بأكبر مجموعة من عينات الصخور التي تم جمعها حتى الآن. وخلال البعثات الأمريكية الست المأهولة، تم جمع حوالي 400 كيلوغرام من العينات الجيولوجية وإعادتها إلى الأرض. بعد توديع القمر في عام 1972، ما زال هناك ما يكفي من الصخور ليقوم العلماء بفحصها. أما صخرة القمر فيتم الاحتفاظ بها بعيداً، ويتوفر منها كميات صغيرة فقط للبحث. من تلك العينات تعلمنا الكثير، على الرغم مما يقوله الناس عادة عن أبولو أنه كان مجرد سباق إلى القمر ولم يكن علميا ناجحا. هذا خطأ، خطأ كبير. بدراسة الصخور القمرية سرعان ما يتضح أن التركيبة الكيميائية لديها الكثير من القواسم المشتركة مع الأرض، كما لو كان الاثنان مرتبطين بطريقة ما. إذن من أين جاء القمر؟ منذ عام 1975 افترض العلماء أنه في الأيام الأولى لنظامنا الشمسي اصطدم كوكب جنيني كبير ببطء بكوكب الأرض الناشئ. إن الفرضية الحالية لكيفية تشكل نظام الأرض والقمر هي أن لديك جسماً تقريباً بحجم الأرض ضربه جسم بحجم المريخ تقريباً. الآن هناك العديد من المتغيرات في هذه القصة، وهو في الواقع مجال للنقاش بشكل تفاعلي لكيفية حدوث ذلك، ولكن هذه هي الفكرة العامة. في الآونة الأخيرة ووفقاً لبعض الباحثين، فإن عدداً من الصخور الكونية الأصغر قد اصطدمت بالأرض وليس كوكباً كبيراً، وأن هذا حدث خلال مدة طويلة.
20 من هذه الاصطدامات فقط كان بإمكانها أن تطلق ما يكفي من المواد إلى المدار، والتي ستندمج في النهاية لتشكل القمر. لكن لماذا قد تكون مثل هذه المعرفة مفيدة لنا؟ بالنسبة لي، كل هذه الأسئلة حول علم الكواكب والفائدة منه وما إلى ذلك تعود دائما إلى أنه من خلال فهم أفضل لما يحدث مع الكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي أو مع القمر، فإننا نتعلم أشياء عن الأرض. كان القمر في الماضي أقرب 10 مرات من الأرض مما هو عليه الآن. كان لهذا تأثير عنيف على كوكبنا. قوة المد والجزر للقمر كانت أقوى 1000 مرة. قشرة الأرض ترتفع وتنخفض على إيقاع القمر. كانت دورات المد والجزر العالية والمنخفضة أكثر قوة مما يمكننا تخيله. في المحيطات المشكلة حديثا، كان يمكن أن تصل موجات الفيضانات إلى ارتفاع يصل إلى 1000 متر. بعد عام 1976 تم اكتشاف القمر عن طريق التكنولوجيا عن بعد، المسابير الآلية. تدور مركبة القمر الاستطلاعية المدارية حول القمر منذ عام 2009، حيث أرسلت صورا أكثر وضوحا وحيوية من أي استطلاعات سابقة. أحدث اكتشاف هو أن النيازك قصفت القمر في كثير من الأحيان أكثر مما كنا نقدر سابقا. الآن نحن نلتقط صورا اليوم لمكان التقطنا صوره بالأمس، وفي 70% نجد تغيرات على السطح. لم أعد أحصي الفروق الآن، ولكن حتى آخر إحصاء وجدنا أكثر من 400 حفرة اصطدام جديدة، ومن المدهش أن نرى ذلك. لدينا الصورة القديمة والصورة الجديدة، وعندما نقارنهما نقول يا إلهي. تتم إعادة تشكيل سطح القمر 100 مرة أسرع مما كنا نعتقد في السابق، وتحدث معظم التغيرات من النيازك الصغيرة، لكن بعضها لا يزال يسبب هزات هائلة. إذا حصل اصطدام كبير في مكان ما كنت قريبا منه، فأنت بالتأكيد ستشعر بأن القمر يقرع مثل الجرس. عندما يضرب نيزك كبير السطح، فذلك سيجعل القمر يهتز لساعات. لكن الاصطدامات ليست السبب الوحيد الذي يجعل القمر يهتز، كما كشفت رحلات أبولو، حيث قام رواد الفضاء بوضع أجهزة قياس للزلازل على السطح لقياس النشاط الزلزالي وإرسال نتائج إلى الأرض، وتسجل مراكز المراقبة زلازل خفيفة مستمرة. معظم الزلازل التي تم تسجيلها من قبل أجهزة قياس الزلازل من أبولو لها قوة 2 أو 3، وبالتالي لا يمكن ملاحظتها. فإذا كان لديك زلزال بقوة 2 أو 3 هنا على الأرض، فأنت لست متأكدا من أنك قد تشعر به بالفعل. لكن هذا كان اكتشافا لا يصدق. القمر يهتز من داخله، فبنفس الطريقة التي تولد بها جاذبية القمر المد والجزر على الأرض، تخلق جاذبية كوكبنا حركات تحت قشرة القمر الخارجية التي تقاس بمقياس الزلازل. تحدث زلازل أخرى عند انقضاء الأسبوع المتجمد القمري، والذي يمتد لمدة 2 أسبوعين أرضيين. عندما يضرب ضوء الشمس الصخور الباردة، ترتفع درجات الحرارة فجأة من 100 درجة مئوية تحت الصفر إلى 100 درجة مئوية، فتتوسع قشرة القمر وتولد زلازل القمر. منذ عام 1958 حاولت أكثر من 100 مهمة إلى القمر سبر أغواره. أكدت بعض الاكتشافات نظريات موجودة، لكن اكتشافات أخرى تمخضت عن ألغاز جديدة. يحاول العلماء الآن فهم أسباب الظواهر التي يمكن أن تبدو أنها آتية مباشرة من فيلم للخيال العلمي. لقد حيرت ومضات الضوء الغامضة الباحثين لعدة قرون.
في جامعة فورتسبرغ في ألمانيا طور المهندسون نظاما لتتبع القمر ويقوم بتسجيل الفيديو تلقائيا عند ظهور وميض غير معروف. ويأمل هاكان كيال وفريقه التقاط الضوء العابر وفهم أصله، وفي النهاية دحض النظريات العجيبة المختلفة التي تم طرحها بما في ذلك العديد من قصص الأشباح. يزعم بعض الشهود أن الأضواء تأتي بألوان مختلفة، في بعض الأحيان تختفي في ثوان، وأحيانا تدوم لمدة أطول. هل هي آثار نيزكية؟ تصريف إلكتروستاتيكي أو غازات متوهجة؟ هناك عدة تفسيرات محتملة، بعضها بسيط إلى حد ما. إذا كنت تبحث من خلال تلسكوب لعدة ساعات فستصبح متعبا وستبدأ في رؤية أشياء غريبة، لذا أعتقد أن الكثير من ذلك هو مجرد حيل يمارسها عقلك على عينيك. ولكن ربما لا. يحاول الباحثون الألمان إيجاد حقائق علمية يمكن أن تفسر هذه الآثار الغامضة. أغرب الظواهر التي تخلق أكبر التكهنات تكون معظمها مرتبطة بشكل ما بالضوء، وميض غير عادي، وانعكاسات تغذي الخيال. ومن بينها توهج غريب على محيط القمر، وهو الظهور الذي شاهده رواد فضاء أبولو. ولكن حتى هذا قد تم تفسيره، فالظاهرة سببها الغبار القمري. فالغبار الطافي في الجو يبعثر أشعة الشمس، وهو نفس تأثير الشفق على الأرض الذي ينتج من الضوء الذي يشتته غلافنا الجوي، لكن القمر ليس له غلاف جوي. في عام 2005 أدرك العلماء أن الغبار يطفو لأن الجسيمات كانت تشحن بواسطة الرياح الشمسية. لقد تم تفسير كل ألغاز القمر تقريبا بالعلم. ولكن ما زال هناك عدد قليل منها، فمحيط العواصف يقع في مركز لغز يمكن رؤيته من الأرض. على مدى مئات الكيلومترات تحركت دائرة دوامات القمر مثلما يحرك الحليب في فنجان قهوة طازج. لم يشاهد أي شيء مثل هذا في أي مكان آخر في النظام الشمسي. واحد منها واضح للعيان واسمه رينر جاما. منذ عام 2010 اقتنع العلماء بأن سبب دوامة القمر هذه هي المغناطيسية. على الرغم من أن القمر لا يحتوي على مجال مغناطيسي حقيقي، إلا أن هناك أماكن توجد فيها مقاطع ممغنطة من قشرته. هذه المجالات المغناطيسية تؤثر على الرياح الشمسية، إنها تخلق الدروع التي تحمي غبار القمر وتمنع تعريته. بعيداً عن الحقول المغناطيسية، يصبح الغبار أكثر قتامة على مدى ملايين السنين. يوجد أقوى شذوذ مغناطيسي للقمر في محيط فوهة جيراسيمو فيتش، وهو يحمي مساحة بحجم البرتغال من تأثيرات الإشعاع المميت للرياح الشمسية. سيكون هذا المكان مثالياً لإنشاء قاعدة قمرية مأهولة. هذا ما فكر فيه الجميع، حتى اكتشف المسبار الياباني سالين ومدار الاستطلاع القمري الأمريكي ثقبا ضخما مثيرا على أرض القمر. لقد قمنا بإمالة المركبة الفضائية ونظرنا إلى أبعد حد ممكن والشمس من خلفنا، مما مكننا من رؤية أن الجانبين ينزلان ثم يتسعان هكذا. إنها تقريبا بقطر 100 متر وتنحدر نزولا لمسافة 100 متر. إذن الفكرة هي أنه ربما هذا ما يطلق عليه الكوة، وهي شائعة على الأرض. فعندما تنفجر البراكين البازلتية فإنها تشكل نظاما للتصريف، وهذا هو ما يمكن أن تخرج الصهارة منه وتتوزع بعيدا عن فتحة الكوة. يمكن لها البقاء مفتوحة للعديد من الأيام أو الأسابيع والأشهر، وأحيانا تتنشط مرة أخرى. لقد رأيت بالفعل بعض هذه المناور من قبل مع الحمم النشطة تتدفق منها، وهي حقا مذهلة للغاية.
السبب الذي جعلنا متحمسين حقا لتلك المناوري هو أنها من الممكن أن تكون موائل لطيفة جدا لرواد الفضاء، لأنك بمجرد أن تكون تحت سطحي في أحد أنابيب الحمم تلك فأنت تكون محميا من الأشعة الكونية ومحميا من درجات الحرارة شديدة التباين، وكذلك أنت محمي من قصف النيازك الصغرى، مما يجعل هذه الموائل جيدة حقا. إذا كان بإمكانك الوصول بسهولة إلى نفق تحت الأرض فسيوفر عليك الكثير من المال. أنا متشكك جدا، كنت في مثل تلك الكهوف في أنابيب الحمم في كامتشاتكا، وعندما تكون في الأنبوب فقد يحصل زلزال قمر ويمكن أن، لكن كونها ما زالت موجودة يعني أنها تدوم لمدة طويلة، لأنها لو لم تستمر لمدة طويلة فلن تكون هناك بعد الآن. سأكون خائفا من الذهاب إلى أنبوب الحمم، فهذا مجهول تماما بالنسبة لي. منذ عام 1972 لم تتحمل أي دولة أخرى تكاليف ومخاطر رحلات القمر المأهولة. في عام 1976 جلبت آخر تحقيقات لونا كمية صغيرة من صخور القمر إلى الأرض، ثم لوقت طويل لم ينزل أي من البشر أو الروبوتات على القمر. لقد استسلم السوفييت، وبمجرد عودة بعثة أبولو الأخيرة توقف الأمريكيون عن الاستثمار في المزيد من عمليات الإنزال. صنعت أمريكا 12 بطلاً، 12 رجلاً وطأت أقدامهم القمر ولم تفقد أي حياة، وكان من الأفضل التوقف عن المغامرة. بعد ذلك كرست أمريكا برنامجها الفضائي لمحطات الفضاء التي كانت تدور حول الأرض، ووضعوا أنظارهم على المريخ، وترك القمر للصينيين. في عام 2013 عادت الصين إلى القمر، وهذه أول زيارة منذ 37 عاماً. مركبة أرضية ذات قدرة اختراق بالرادار للسطح تستكشف جيولوجية القمر وترسل صوراً عالية الدقة إلى الأرض. وبموازاة ذلك صمم الأمريكيون مركبة فضائية للقيام بالرحلة إلى القمر أو أبعد منه إلى المريخ. تتوفر أورايون على مساحة لستة رواد فضاء وما زالت في مرحلة الاختبار، لكن المشروع متأخر عن الموعد المحدد بفارق 6 إلى 8 سنوات. سوف تتمكن أورايون من الوصول إلى القمر، لكن رواد الفضاء لن يتمكنوا من الهبوط. تم إلغاء مشروع الكوكبة لتطوير مركبة هبوط في عام 2010. لا تزال الأحلام المستحيلة قوة دافعة وراء استكشاف الفضاء، ويعمل الروس والأمريكيون والأوروبيون على إنشاء موقع متقدم للبشر في مكان ما في الفضاء. الأوروبيون عازمون على إنشاء قرية قمرية مأخوذة من المواد الموجودة على القمر. من ناحية أخرى يأمل الروس والأمريكيون في إنشاء محطة فضائية حول القمر، مثل محطة الفضاء الدولية التي لا تزال تدور حول الأرض بعد سنوات عديدة. هل ستساهم الموارد الطبيعية للقمر والفوائد الاقتصادية المحتملة في تسريع هذه المشاريع؟ قد ينظر بعض الناس إلى القمر باعتباره قطعة كبيرة من الصخر التي يتم البحث فيها عن المعادن وإرسال تلك المواد إلى الأرض، ولكن فيما يخص إذا كنا سنجد بالفعل موارد على القمر مفيدة للإنسان على الأرض فإن رأيي الشخصي هو لا. رأيي الشخصي هو أننا سنجد موارد على القمر ستكون مفيدة للأشخاص الذين يعيشون على سطح القمر. في رأيي سيكون من المنطقي بالتأكيد الذهاب إلى القمر واختبار معدات الهبوط ومعدات البقاء في محيط إدائي قبل الذهاب على سبيل المثال إلى المريخ. كما تعلم في القمر في غضون 3 أو 4 أيام إذا حدث خطأ ما فسنعود سريعا. على كوكب المريخ علي أن أطير نصف عام، ويجب أن أقضي سنة كاملة على سطح المريخ ثم أسافر لمدة نصف عام آخر. يمكن أن تكون قاعدة مريحة، تأتي إلى القمر تصلح شيئا ما ثم تطير إلى المريخ.
إذا لم نعد إلى القمر فهناك العديد من الأسئلة العلمية الكثيرة التي لا يمكننا الإجابة عنها، ولن نخرج أبدا من كوكب الأرض بطريقة مستدامة إذا لم نعد إلى القمر أولا، ولا شك في أن هذا هو السبب في أننا يجب أن نفعل ذلك. أعتقد أن استكشاف الإنسان للقمر أمر لا بد منه، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو ما يقوله القائد جون يونغ من أبولو 16، وهو أن مخلوقات الكوكب الواحد لا تبقى حية. وهذا يعني ببساطة أنه إذا لم نتمكن من الخروج من الأرض فلن ينجو البشر. نحن أول مخلوق أعتقد أنه يمكنه أن يمسك بزمام الأمور ونعترف بحتمية الانقراض. 99% من الأنواع التي عاشت على هذا الكوكب انقرضت. لقد فتننا القمر منذ آلاف السنين، ربما حان الوقت للتعرف على إمكاناته الكاملة. أعتقد أن القمر له أدوار عديدة، دور بالنسبة للعلماء، ودور بالنسبة للمستكشفين، ودور بالنسبة للجميع وللسياح، ولكن ليس الكثير منهم.